مركز ترينز للبحوث والاستشارات يختتم مشاركته الرابعة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 الذي نظمته هيئة الأدب والنشر والترجمة على مدار 10 أيام في حرم جامعة الملك سعود بالرياض. وأثر ترينز المعرض بمئات العناوين العلمية والبحثية والمعرفية التي تحلل وتستشرف مستقبل القضايا العالمية. واستقطب جناح المركز طيفاً واسعاً من الزوار حيث جذبتهم البحوث والدراسات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية. وشهد أيضاً زيارات من الدبلوماسيين والأكاديميين والمفكرين الذين ثمنوا دقة وموضوعية نتائج ترينز المعرفي. كما اطلع راشد الظاهري نائب سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية على أحدث إصدارات المركز من بحوث ودراسات، بينما حريص باحثو ترينز على مناقشة آليات التعاون المستقبلي مع عدد من المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر المشاركة في المعرض. وبذلك اختتم المركز مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب، ولكن تظل مسيرة ترينز متواصلة نحو استشراف المستقبل بالمعرفة.